مشهد ترجمت خلاله وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزارة التربية ووزارة الإعلام ومركز التواصل الحكومي انطلاق العام الدراسي الجديد من خلال تدشين حملة بهمتنا نحقق حلمنا، والتي تهدف إلى عام دراسي جديد بلا اختناقات مرورية وآمن لطلبة المدارس. هذه الحملة بناء على تعليمات وتوجيهات من معالي سيدي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وتأتي من حرص القيادة العليا في هذه الوزارة مع بداية العام الدراسي من أجل تحقيق الأمن والأمان والسلامة لمرتادي الطريق، مع التوعية الدائمة والمستمرة اللي تقوم فيها وممثلة عن وزارة الداخلية الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وأيضا يعني متابعة حثيثة صراحة من سيدي وكيل وزارة الداخلية يعني الفريق الشيخ سالم نواف الصباح، وبتنفيذ في قطاعات الميدانية المعنية في قطاع العمليات والمرور مثلا في الإدارة العامة للمرور وشرطة النجدة، وأيضا العمليات المركزية، وأيضا الإدارة العامة للطيران العمودي، وأيضا قطاع الأمن العام. وزارة الداخلية انتشرت بكافة قطاعاتها الأمنية والمرورية في كافة الطرق الرئيسية والداخلية المؤدية للمدارس لإحداث انسيابية الحركة المرورية لتأمين سلامة الطلبة من خلال خطة محكمة هدفها الأول والأخير وصول الطلبة للمدارس والانصراف منها بشكل يضمن سلامتهم. يأتي دور وزارة الداخلية ممثلة في قوتها اليوم اللي تواجدت في الطرقات من خلال إجمالي الدوريات 213 دورية، وإجمالي الدراجات اللي كانت متواجدة 27 دراجة، وإجمالي القوة البشرية من ضباط وأفراد 456 من القوة المشاركة، وبالتالي هناك أيضا مراقبة من قبل الكاميرات اللي هي 249 كاميرا، وأيضا بالنسبة للكاميرات المربوطة بغرفة التحكم 252 كاميرا. من خلال نصائحنا لأولياء الأمور بجلوس الأبناء دون سن 10 سنوات بالكراسي الخلفية ولبس حزام الأمان، وأيضا يعني نزولهم بالرصيف المحاذي للمدرسة بشكل آمن. القطاعات المعنية في وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية تطلق رسائلها الهادفة لتوعية الطلبة مروريا طوال العام الدراسي. انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 يشهد تعاونا كبيرا بين الجهات الحكومية المعنية بقيادة وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الإعلام في سبيل إحداث انسيابية الطرق المؤدية إلى المدارس في جانب، وتأمين سلامة الطلبة في الجانب الآخر، على طريق تحقيق رؤية وزارة الداخلية بحملتها بهمتنا نحقق حلمنا. فهد التركي، قناة الأخبار.